نار شراكم صلاة كبيرة بس صباح خير محمود صباح النور شراكم بس صباح الحمد لله مرحبا بكم معنا في القاهرة. شوفوا شحال راهي الساعة 8 تاع الصباح وصلنا على 7:30 جينا طول نفطرو وكون نقول لكم علاش جينا وكل شيء. المهم هنا طلبنا فول بالزيت الحار هذه بابا غنوق وحمص ما عناش جيعانين بزاف العيش تعالى جابونا غير ثلاثة. محمود طلب عصير برتقال انا طلبت كوكتيل مانجا فريز وموز بناني خي ولا قوافة دوكا نفطرو ومن بعد ان شاء الله نروحو نشوفو وين انا رايح. اهلا وسهلا ان شاء الله تكونوا لاباس ان شاء الله تكون صحتكم احوالكم بالف خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كيما شفتوا رانا في القاهره. المهم جاتنا تسافر على غفله عندنا حوايج هنايا ما انه جينا نروحو نديرو الواجب الوطني اللي هو الانتخاب. بما انه جينا اليوم الاخير تاع الانتخابات هنا في السفاره للجاليه حبيت اني انا ثاني ننام ندير الواجب ونروح ننتخب ثاني. ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله يا ربي ويخليها. ثاني حاجه هذاك هو كش ما نكملوها كنشوف ديكورات ولا تاع الصالون ما على باليش بالك شي طابي ولا المهم على حساب انا جبتها درتها تلمت معاه كامل مع بعضها وجات في فرصه واحده وانا ما فوتوها. كملنا احنا ديجا هذوك الشغل الصباح ومن بعد جينا احنا ريحنا شويه في روتيل ما قدرناش طريق طويله وزيت عياو ولا غنعياو رقدنا دوكا الزوج دوكا نروحو للسفارة هنايا يعني قريبة ماشي بعيدة ومن بعد ان شاء الله نوري نروحو نكملو القضية تاعنا واش باغيين ندير. اهلا وسهلا واش راكم؟ كون نخليوها على كون يكمل لنا الركضة والله ما ينوض هيا نكمل تنجيب لك تليفونك. تن مو الطريق البارح ما لقيتناش ركبنا على وحده ونص تاع الليل تم بالعيا ربي كون ما لقيتناش كون اك نفسك. شوفوا سوق الانتيكات القديمه عندهم تلقاو في كلش. شفت الكوباية دي الرسمة عليها يقولوا عليها روميو وجولييت. شوفوا اللي تلقاهم هنا كامل أجانب. ايه ده تو زمان واو. شوف يوم السبت هذه مغرفة خشب دي هنا رانا في بلاصه اسمها النزهه هذه اللي فيها المحلات. كملنا من السفاره ورحت انتخب تأدينا الواجب الوطني وانتخبنا يحفظ بلادنا ان شاء الله. اول غا تلاقيت مع جزائريات فرحت بزاف والحاجه اللي فرحتني تلاقيت مع جزائريات عندهم بزاف وهما هنا يعني كاين اللي عندهم تعرفت بوحده عندها الله يبارك 38 سنه وهي هنا في مصر بنات هذه جا كبار متزوجين عندها احفاد لي كان ليا شرف اني تعرفت بها. تدخلوا السفره تحسوا روحكم باللي دخلتوا لداركم. جينا هنا للنزهه باش نكمل شويه ديكور للصالون هكذا ونبارطاجي مع Thank you.
هذا يبيع غير الديكورات ونحول الجهة الأخرى. بريس كبير دايرين عليه بروموسيون بدراهمنا نقول 75 صح كبير هذا واحد زوج ستة اي ستة وكاتبين عليه ست فناجل وهذه يخبيو فيها الخضرة عشان ما تبص. السريفس أشكال وألوان. هذا حليب وقهوة. شوف هذا، شوف ملا. شو راح نجيبو هذا المضرب تاع نسكافيه، كنت شريت واحدة من قبل مي ما ماشي مليح. لقينا هذا هذا الماركة هايلة بصح ما على باليش الفرق بين هذه وهذه، هي نفس الماركة بصح ورينا كذا. بس هي درس علي ده تاخد ده؟ درس علي ده، أنا عجبني ده أكثر. شوف السرعة تاعو، أهم حاجة السرعة. ده أحسن، كنت جبت هذيك وجبت هذيك وشغلتهم وشفنا السرعة. ده أحسن. هذا شو هذا تاع القهوة؟ ماشي ادفع. وهنا البنات كيما شفتوا رحنا لهذوك لهذيك البلاصه واسمها النزهه، اللي سقسيوني دائما يقولوا لي البنات ذيك البلاصه واسمها اللي فيها لمعان وكذا. انا ما شريتش لمعان، انا رحت غير باش نشوف واحد الكوفر اللي هكا هذوك الاغلفه اللي غلفوا بهم لي فوتاي باش يحميوهم، وثاني باش نشوف الريداوات خاطر عجبوني ثم حوايج ورحت باش نجيبهم من ثم، خصوصا اللي نغلفوا بهم الفوتايات. بصح لمعان غير ضربت طلع هذا ما كان ديجا مين نهضر دوكا يقول لي محمود شي يقول لي دوكا حتى نخدموا الكوزينه باش نلقاو وين نحطو. فبعدها رحت كملت هنا الشارع هذا يبيعوا فيه غير الطابيات والزرابه وكلش. انا كنت حابه حاجه خفيفه، مانيش حابه ديك حاجه ثقيله ما نجي نغسلها بالسيف وكلش، حاجه خفيفه. هذا مكان كنت حابتها في الباج لانه عندي كيما شفتوا كانوا عندي الفوتايات قري، عندي وحده قري وعندي وحده في الغاز، كنت حابتها ننسق معها كولير هكا باش وفيها لي كولير باش لون هكا يخرج لي مع الفوتايات، بما انه دوك يتبدل لا كولير تاعهم ويوليو لي جدد. رحت خيرت وحده وجيت هنا. هذا اني هذه نسيت اسمها مره على ساعه ساعه، سبحان الله الواحد يروح له الاسماء خلاص. جينا باش نخيروا واحد للصالون، انا يخصني واحد في اللومبا اللي في النص. باذن الله ان شاء الله دوك نوريكم النتيجه الاخيره في الفيديو الجاي ونشوف كيفاه تخرج. راني ندير لكم في المونتاج، مازلت ما كملتش النتيجه الاخيره، راني معاكم يعني. ان شاء الله تخرج النتيجه الاخيره ونشوفوا ان شاء الله كيفاش راح يخرج وكيفاش راح يجي. كملنا شفنا حوسنا وبعدها رحنا هنا للبلابن هذه، طبعا راكم تعرفوا راح فتح واحد في الجزائر مي راه ماشي الاصلي هذا، قالوا ماهوش الاصلي، خرج الفرع الاصلي تاعهم، قال بلي احنا مازال ما فتحناش اصلا فرع في الجزائر، والله اعلم. انت طالبه انه واحد فيهم؟ انا هشوف انه واحد احلى، انا هاكل الكشري. شوفوا هذه هي الاشطوطه وي، شوف الكشري مليان في كولا، الكشري مليان شوكولاته. افتح كده، افتح العلبه دي ولا تفتح بتاعتك. ماشي يلا ورينا اتاك. طب انا ما ادانيش معلقه ليه؟ لا معايا معلقه واحده بس، هناكل ازاي؟ كيكه وكريمه دوبها كده بتاعت الاعلانات بتبقى مليانه لها. نعم والله رز بلبن على خديني شويه هات بس من غير ما نجا. وهنا كملنا شدينا الطريق وتحركنا لاسيوط، كنا ديمارينا تقريبا على 12 تاع النهار، دينا معنا الغدا باش نتغداو لانه كان الطريق شويه طويله. والحمد لله اللي وصلنا بخير الحمد لله. والحاجة اللي ولات تعبني بزاف بزاف شنو هي؟ طريق. وليت ما نحبش السفر غير من الطريق،
تديها 5 سوايع ولا 6 سوايع وانتم قاعدين. هو صح كاين استراحه، يديروا كل 2 سوايع استراحه. عارف ولا غير الواحد يا يعني انايا وليدنا يا مطريك خلاص، مي الحمد لله وصلنا بخير ورجعنا ثاني بخير ولقينا الوليدات ثاني باحسن حال. ما طولناش، جات في نهارها وجات كلش مع بعضها. في الاول والله ما كنت حابه نروح، من بعد كي جات يعني تلمت شحال من حاجه وليت قلت نروح وخلاص والحمد لله. شرينا حوايج باش ان شاء الله نكمل الصالون تاعي، كان خاصو بزاف حوايج، خاص واسمو شنو هي راح نقولك نسيت، استغفر الله نسيت واش يسميو لي العلقو في اللومبا اللي وريته لكم هذاك. المهم هذا كان خاصو اصلا باش نركبو لانه اللومبا تاعي خاصها. شوفوا اللومبا تاعي كيفاش راهي، اي عندي 3، مي هذه اللي في النص لازم يجي فيها. وثاني حاجه واش خاصني طابي، جبس طابي على اساس باش يتنسق لي مع لي فوتي، يعني حوايج خفيف. هذا مكان للصالو. بالفيديو اللي فات شكرا لكم بزاف على تعليقات، شكرا لكم ربي يحفظكم، فرحتوني بزاف. البنات اللي قالوا لي غير غلفتي الارض راهي ماشي مليحه وتعفن، كاين بنات ما عرفهم غلفوه وما كان حتى حاجه، يعني ما عفن ما صرالو حتى حاجه الحمد لله. وهذيك هي نجربو ونشوفو. البنات قالوا لي كون كسرتي الارض خير وعاودتي، ما خسرناش عليه، كون نكسر الارض ونعاودو نخسر مبلغ بصح باش كي شرينا هذا وغلفناه ماهوش مبلغ كبير كبير زعما هذاك ولا اللي يقدر يشري لي دار. والله قلت نجاوب على هذا السؤال ولا هذا الكلام ولا اللي كان في الفيديو اللي فات. البنات اللي كاين بنات قالوا لي زينب علاش هاكي كل ميتي درهمك وشريتي دار؟ شوفوا اول حاجه البنات انا الحمد لله مانيش كاريه، والدار اللي انا قاعده فيها دارنا ملكنا الحمد لله يا ربي، هذه راهي دارنا هنا. اي ساكنه مع اهل بيت شيخي، هما كل واحد لابارتمون تاعو مي دار. اذا صح زدت شريت دار واحد اخرى تما نشريها زياده، بصح الدار اللي انا قاعده فيها دارنا. فعلاش انا مثلا نحرم روحي من حاجه انا كانت خاصتني ونروح نتقشف؟ لا لا، خاطر كاين الناس قالوا لي كي تشري في التفاتف وتعاودي في التفاتف كون لميتي ومشيتي دار. فداري هذه ولي فوتي اذا عاودت فوتيات لازمني نعاودهم، يا يعني نعاودهم يا يعني نشوف واحد اخرين جداد خاطر تاعي ما بقاوش صالحين للقعده. الحمد لله راني في داري مستراحه، عجبتني، نبدل في حوايجي وحدي. شوفوا ميم كي تبدلوا الديكور راكم عارفين تبدلوا النفسيه تاعكم، هكا حاجه جديده تتبدل النفسيه وكلش. الحمد لله انا مستراحه في داري وعجبتني بزاف بزاف ومستقره فيها وكلش. وثاني حاجه ما على باليش موالفت زوجي، انا موالفتهم ولفتهم بزاف بزاف، يعني في راسي ما على باليش اذا تجيني نقدر نشري دار واحده اخرى مثلا ونبعد عليهم ونروح لبلاصه واحده اخرى ما يكونوش معايا. هذيك الله اعلم حاليا ماشي الفكره هذه ماشي في راسي خلاص، لاني مولفتهم ومريحه معاهم، ما يحبوني وانا نحبهم. ثاني حاجه جرب يدومها ان شاء الله، ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله ويخليهم. طبعا كل واحد ادرى بمصلحته، راه كل واحد عارف واش راه يدير واش راه ما راهش يدير وكلش. فباذن الله ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله نعاود نشارك معكم اخر تغييرات ماشي اخر تغييرات، الشكل النهائي باذن الله ان شاء الله. وتشوفوا ديجا صورنا الفوتيات اش كانوا وكيفاش بدا يخدم لهم في الحطب، لانه كانوا فارغين. انا شريتهم قلت لكم عندي وحده 3 سنين ولا 4 سنين هكذا، مي هبطوا شيتهم واجدين ما خدمتهمش عندنا الجار ولا شيتهم طول واجدين هكا. فالحمد لله ديناهم عند هذا ورينا كيفاش داير يخدم الحطب، يعني حاجه هايله. باذن الله ان شاء الله الشكل تاعو دوك يتبدل خلاص خلاص، ومتحمسه بزاف باش نشوف الشكل النهائي. الشكل النهائي شتو كي تغيروا حاجه جديده وديروا حاجه جديده شغل النفسيه تاعكم تتبدل، تفرحوا كلش، متحمسه للنتيجه النهائيه تاع الصالو وتاع الشومبره ثاني باذن الله. من بعد ان شاء الله الكوزينه ونكونوا كملنا. هذه هي شومبره تاع ولادي ديجا راهي واجده وعندها 4 شهور والله ملي كنت هنايا ديجا وصلت، مي قلت لكم باغيه شويه مازال يخصها حوايج. هذا مكان بصح هي راهي واجده وكلش، دوكا ثاني بنت روحها خصها بنت ورا. هذا مكان عرفتي راني غير نهضر ومتحمس بزاف غير فرحة وكلش. الفيديو الجاي نشارك معكم الصالون، نشارك معكم واش شريت. دوكا نقول لكم شكرا لكم بزاف على دعمكم، شكرا على تعليقاتكم، ربي يحفظكم ان شاء الله يا ربي. تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامة. واخر حاجه البنات حبيت نوريكم الموديلات تاع القطيفه اللي راهم متوفرين في الجزائر، ميم العباءات الثاني راه عندي ادمن ثم تبيع لي وكلش، يعني
تقدروا ميم انا ما رانيش تما تقدروا تشريو وتكومونديو انا اللي احنا نحكي معكم طبعا في الواتساب نخلي لكم واتساب فايبر انستغرام والباجا تاع الفيسبوك اللي تقدروا تطلبوا منها تكومونديو وتصلكم حتى لعندكم العباءات ولا هذا الجبب تاع القضيفه راهم هما متوفرين في الجزائر فقط تكومونديو وتوصلكم كيما قلت لكم تخيروا الموديل اللي يعجبكم تكومونديوه تبعثوا لي فايبر ولا واتساب الكابتير تاعو باش نعرفوا وثاني تسقسوا واش راكم حابين كيما هذا الموديل عندي فيه شحال من لون اللبسه تاعهم ما شاء الله قطيفه تاعهم لبنات حره وهيله ميم لي بري تاعهم والله غير ما شاء الله خصوصا بالنسبه يعني الكاليتي تاعهم كيما قلت لكم فيهم من ال حتى للطروا اكس ال نخلي لكم نيميرو تاع تليفون تاع فايبر راني ما نعرفهاش لاني رامي تخلطوا لي كلش ديروا فقط كابتير وقولوا لي هذا الموديل اللي راكم باغيين تسقسيوا عليه نتوما نجيو دوكا لي موديل تاع العبايه هذو راهم فيهم 3 بياس فيهم لا غوب كيما كتشوفوا جايه في الباج من تحتها جايه العباءه من الفوق ومعاهم الخمار البنات الكاليتي والله غير هايله بالنسبه للموديل دوزيام هذا راه تاع فرخ الطاووس هذا ثاني موديل ما شاء الله البنات كاليتي ثاني ما شاء الله ما تندموش ولي راه مداو راه عارفين الكاليتي وكلش هذو راه تاع دبي البنات هايلين نجيو للنوار هذا عندي فيه غير الال والاكس ال اللي راه متوفرين الال والاكس ال راه عندي ملبوسين نوريكم كي يجيو اللبسه تاعهم اللي حابه تشوف يعني ما شاء الله هذا الموديل ثاني فيه 3 بياس هذا روعه روعه خصوصا في الذرعين تاعو شوفوا كيفاه مخدومين جايه لاغوب ثاني في الباج العبايه والخمار كاين في الباج وكاين في النوار نوار في النوار لا في المانكا لكم تشوفوا في هذيك جايه نوار في النوار ودوزيام كاينه في الباج راني حطيت لكم كيفاش يتلبسوا وكيفاش يجوا نجوا لهذ الموديلات هذو راكم تشوفوا فيهم ملايات والعبايات الموتيف راه يختلف في الريشه اللي في المانكا شوفوها ريشه واللي لابستها انا راهي فراشه شوفوا هذو جايين دو بياس بالخمارات كاين ثاني هذو اللي فيها ريشات صغار واللي قدام هذوك ريشات كبار راه كاين اللي في المانكا واللي لابسهم فيهم اختلاف الاختلاف فقط في الرشمه اللي نتوما تحبسوا عليها كاين ثاني هذا الموديل اللي جبتو كيما لعجوزتي هذا بزاف عجبكم وقالوا لي منين شريتيها راهي متوفره عندي فيها ال اكس ال نورمالمون دوبل اكس ال فقط جاتها ما شاء الله المهم لعجوزتي وهذا الموديل ثاني في غير هذا لاكولير فقط فيه من ال حتى الكات اكس ال مال من البنات الاخرين حتى الكات اكس ال يعني الله يبارك لباسين وهايلين كاليتي تاعهم ثاني بزاف هايله شوفوا هذا كيفاه جاي ومعاه يجي مع خمارو اخر موديلات اللي راهم متوفرين اللي هما تاع القماش عندي اول موديل هذا فيه ال اكس ال 3 اكس ال هذا الموديل في الفير وفي لاكولير اللي انا لابستها انايا ثاني الموديل الثاني عندي في هذا لاكولير ثاني من ال حتى ل 3 اكس ال ثاني قماشهم ما يشرب ما يفسخ ما يصرالو حتى حاجه نجو لهذا الموديل اللي على ستيل القفطان هذا عندي فيه 3 كولير عندي اول حاجه هذا لاكولير فيها ام ال اكس ال فقط ام ال اكس ال فقط كاين ثاني لون المهم كاين فيهم الام والال والاكس ال حتى الدبل اكس ال يكملوا